أهلا بكم مشاهدينا الكرام في صدى أقلام جديد، نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف المحلية والعربية والدولية، ونبدأ بعد الفاصل. نبدأ بملف خاص من صحيفة طريق الشعب حول فشل حكومة السوداني. جاء في هذا التقرير: مر على تشكيل الحكومة الحالية أكثر من 8 أشهر، بينما لم تزل الأزمات تراوح مكانها بملفاتها السياسية والاقتصادية والخدماتية. فبرغم تعهد الحكومة ضمن منهاجها الوزاري بإيجاد معالجات جذرية لها خلال مدد زمنية قريبة ومتوسطة وبعيدة المدى، لكن الإخفاق الذي تديمه قوى المحاصصة والفساد لم يزل سيد المشهد حتى الآن. ويتساءل العراقيون اليوم عن مصير برنامج الحكومة ووعودها بتوزيع 500,000 قطعة سكنية مع قروض ميسرة للمستفيدين منها. فالحكومة بدلا من ذلك قامت بمنح قروض الإسكان مقابل فوائد كلية تصل إلى حوالي 60% من قيمة القرض الإجمالي. وكان من بين أولويات برنامج السوداني الوزاري إنجاز خطة مستعجلة لتوزيع الحصص المائية من أجل النهوض بالقطاع الزراعي، يبدأ التنفيذ بها وينتهي في صيف عام 2023. وهذا ما سجلت الحكومة فيه فشلاً ذريعاً من خلال عجزها حتى عن الجلوس إلى طاولة الحوار مع دول المنبع. وفي ملف مكافحة الفساد، واجهت خطوات الحكومة في هذا المجال العديد من التخبطات، منها تعثرها في ملف تغيير الدرجات الخاصة بعد الكشف عن أسماء لجنة التقييم، وما رافق ذلك من شبهات التلاعب بتقييم المسؤولين مقابل مبالغ مالية. كما لم يلمس أحد أي إجراء ومحاولة في إطار تعديل قانون النزاهة والكسب غير المشروع وإصلاح المؤسسات الرقابية والتحقيق في ملفات الفساد التي رافقت التعاقدات والقرارات السابقة وحتى الحالية وفقا لمراقبين. وفي ملف الطاقة والكهرباء، ذهبت حملة الحكومة لصيانة محطات إنتاج الطاقة أدراج الرياح حال ارتفاع درجات الحرارة وانقطاع الغاز الإيراني، ولم يسمع أحد عن مشاريع الطاقة الشمسية أو مشاريع محطات الاستثمار الخاص. نبقى مع ملف اليوم الخاص بالفشل الحكومي الذي يرافق حكومة السوداني، حيث تقول صحيفة طريق الشعب في تقريرها أن الحكومة فشلت في حماية البعثات الدبلوماسية، ورافق خطوات خروج قطاعات الجيش من المدن عدة ملاحظات وانتقالات للقوة البديلة التي تواجه اتهامات بابتزاز المواطنين. وفي مجال مكافحة الفقر، قامت الحكومة بشمول الآلاف من العوائل برواتب الإعانات الاجتماعية في مشهد يمكن أن يفسر بأنه محاولة لاسترضاء أطراف سياسية والكسب الانتخابي، خاصة وأن التقديم على هذه الإعانات يتم عن طريق مكاتب الأحزاب المتنفذة والنواب. تبخرت وعود الحكومة بتقليص الفجوة بين سعر صرف الدولار الرسمي والموازي، وكانت الطامة الكبرى بالارتفاع الكبير خلال الأيام الماضية مع معاقبة وزارة الخزانة لثلث المصارف العراقية، كما أن مصير إطلاق الرخصة الرابعة لتأسيس شركة اتصالات وطنية أصبح مجهولاً في ظل عجز وزارة الاتصالات عن إدارة هذا الملف والاهتمام بقضايا جانبية لم يلمس منها المواطنون شيئاً، مثل إطلاق خدمة الاشتراك المدعوم الذي لم يشترك به أحد وفقاً للمختصين الذين أكدوا أن الوزارة لم تتمكن من وضع الحلول والمعالجات للخدمة السيئة، واكتفت بإطلاق الوعود مثل التقاعد مع الإنترنت الفضائي. ويؤكد الفريجي أن نقاط قوة الحكومة الحالية تكمن في تكريس المحاصصة والفساد والسلاح المنفلت، مبيناً أنها تحاول من خلال سعيها لتنفيذ بعض المشاريع الخدمية تلبية رغبة أحزاب السلطة
بينما طموحات الناس وآمالهم أبعد ما يكون عن خطط الجهات المتنفذة. في صحيفة العربي الجديد نقرأ تقريرا جاء فيه: شهدت المدن العراقية كافة أزمة في توفير الطاقة بعد انقطاع تام للتيار الكهربائي دام لأكثر من 12 ساعة، وتزامن مع الارتفاع الكبير في درجات الحرارة. وأعلنت وزارة الكهرباء العراقية أول من أمس التوقف التام للمنظومة الكهربائية في البلاد بعد تعرض محطة توليدية إلى حريق واستهداف أبراج نقل الطاقة، مؤكدة فتح تحقيق في ذلك. سبق أن أعلنت حكومة السودان أن مشكلة الكهرباء ضمن أولويات برنامجها، لكنها فشلت في تحقيق وعودها. يعد توفير الطاقة الكهربائية في فصل الصيف في العراق من أكبر الأزمات التي تواجهها الحكومات المتعاقبة، حيث تتعرض أبراج نقل الطاقة إلى أعمال تخريبية، كما تعمد إيران سنوياً إلى قطع إمدادات الغاز الذي يستخدم لتشغيل المحطات، وسط تخوف حكومي من تأجيج الشارع بسبب انخفاض ساعات تجهيز الطاقة. في المقابل، قال الباحث في الشأن العراقي أحمد الشريفي للعربي الجديد إن هناك مخاوف حقيقية من إعادة سيناريو استهداف أبراج وشبكات الطاقة الكهربائية. ولفت الشريفي إلى أن استهداف أبراج وشبكات الطاقة الكهربائية لا يخلو من الأجندة السياسية، وما حصل سيتكرر خلال الأيام المقبلة، وغليان الشارع قد يكون قريباً بسبب هذه الأزمة وغيرها من الأزمات الاقتصادية والخدمية. ونقرأ مقالا بعنوان: لماذا يقرع أنيتو طبول الحرب بدلا من السعي لتحقيق السلام، للكاتب محمود عبد الهادي. هذا الحشد الهائل من القوة ضد روسيا الذي ازدحم به بيان قمة أنيتو الأخيرة في العاصمة الليتوانية فيلنيوس لم يكن جديدا، ولم يبدأ بالهجوم الروسي على أوكرانيا، فقد جاء تفصيليا واستكمالا لما تم التأكيد عليه في القمم السابقة ضمن استراتيجيات مواجهة التهديد الروسي للدول الأوروبية الأعضاء في الحلفة. إنها استعدادات عسكرية هائلة تمضي على قدم وساق تقوم بها الولايات المتحدة استعدادا للحرب القادمة ضد روسيا مباشرة وضد الصين بشكل غير مباشر. ويصف الكاتب هذه الاستعدادات بأنها تقلل كثيراً من أهمية الحرب الدائرة في أوكرانيا والثمن الذي يدفعه الطرفان الروسي والأوكراني فيها، مقارنة بالحرب التقليدية والنووية الطاحنة التي تستعد لها الولايات المتحدة تحت راية النيتو. هذه الاستعدادات الحربية الدائرة تفسر موقف القيادة السياسية الغربية وموقف الناتو بقيادة الولايات المتحدة الداعمة للحرب في أوكرانيا والمنشغل بتعزيز القدرات العسكرية والقتالية الأوكرانية ضد القوات الروسية، ومواصلة قرع طبول الحرب استعداداً للحرب الشاملة القادمة ضد روسيا إذا استمرت المطالب الروسية على ما هي عليه، وهو ما يفسر الانشغال عن القيام بمبادرات سياسية متواصلة لإيقاف الحرب في أوكرانيا والحيلولة دون اتساع رقعتها وتحولها إلى مواجهة شاملة بين روسيا وحلف الناتو، وهو ما يفسر كذلك حالة الهيجان المتصاعدة المؤيدة للحرب ضد روسيا والتي تتجلى في العديد من الممارسات، نذكر من بينها عدم قيام مجلس الأمن حتى الآن بأي مبادرة سياسية لإيقاف الحرب في أوكرانيا ونزع فتيل الحرب بين روسيا والناتو، فلا يصدر عن الولايات المتحدة والناتو سوى لغة التنديد والتهديد والشروط المذلة التي تزيد روسيا تعنتا وإصرارا على موقفها. نشرت صحيفة التايمز تقريراً أعده تشارلي باركر، قال فيه إن الحكومة البريطانية تتعرض للضغوط للحد من التعاون الأكاديمي بين بريطانيا وإيران مع ظهور أدلة عن استخدام النظام الإيراني العلوم الغربية لتطوير أسلحته.
وقالت الصحيفة إنها اطلعت على بيان لإيران يظهر أن جيشها حصل على منفذ كبير للجامعات الإيرانية والشركة والشراكة الدولية من أجل الحصول على الأبحاث الحساسة من الخارج. الحكومة البريطانية فتحت الشهر الماضي تحقيقاً في 11 جامعة بريطانية بمن فيها كامبريدج وإمبريال، وسط قلق من التعاون الأكاديمي مع علماء إيرانيين. وجاء التحقيق رداً على ما ورد في تقرير للصحيفة اليهودية جويش كرونيكل، والتي وجدت أن الأكاديميين في الجامعات ساعدوا النظام الإيراني على تطوير أنظمة تكنولوجية متطورة يمكن استخدامها في المسيرات القتالية كاميكاز. وتحظر بريطانيا تصدير التكنولوجيا ذات الاستخدام المزدوج إلى إيران. ويقول كسرى عرابي الخبير في إيران والذي حصلت على الوثيقة الرسمية: سنكون على يقين الآن بأن أي أفكار بحث تكنولوجيا ولها علاقة بالدفاع أو ذات استخدام مزدوج وتمت مشاركة الجامعات الإيرانية بها، استفاد منها الحرس الثوري الإيراني وانتهت بأيديهم، وعرضت هذه الوثيقة الاستراتيجية الأمر بشكل واضح. والآن إلى الكاريكاتور. برنامج أعمال وأرزاق يوثق الحياة اليومية للناس. كيف بدأوا مشوارهم؟ وما هي طريقة إدارة أعمالهم؟ ويسجل لحظات النجاح والإخفاق التي عاشوها. أعمال وأرزاق يأتيكم في الأوقات التالية على قناة الرافدين. أهلاً بكم من جديد. حذر معهد السلامة المهنية الألماني من خطورة الجلوس لفترات طويلة على الصحة، لأنه يرفع خطر الإصابة بمشاكل في الظهر والرقبة والرأس. وأضاف المعهد أن الجلوس لفترات طويلة يرفع أيضاً خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية وما يترتب عليها من عواقب وخيمة، كما أنه يرفع خطر الإصابة بالبدانة وبالتالي داء السكري. ولمواجهة هذه المخاطر الجسيمة يتعين على الأشخاص الذين تتطلب طبيعة عملهم الجلوس لفترات طويلة تغيير وضعية الجلوس والنهوض وممارسة تمارين الإطالة من وقت إلى آخر، مع مراعاة دمج الأنشطة الحركية في يوم العمل كصعود الدرج بدلاً من ركوب المصعد. ووجد الباحثون أن 5 دقائق فقط من المشي كل نصف ساعة خلال فترات الجلوس لفترة طويلة يمكن أن تعوض بعض الآثار الأكثر
ضررا. تشهد اليونان موجة حرائق هائلة منذ أكثر من أسبوعين، وتفيد السلطات بأن حوالي 600 حريق اندلع في أرجاء البلاد منذ 13 من يوليو تموز أخمدت غالبيتها، لكن اضطر عشرات الآلاف من المقيمين والسياح إلى المغادرة في الأيام الأخيرة في عز موسم الصيف، من بينهم 20,000 في جزيرة رودوس السياحية في بحر إيجا. ومنذ أكثر من عقد من الزمن دق الباحثون وبعض السلطات ناقوس الخطر بشأن الآثار الخطيرة لتغير المناخ في اليونان، لكن البلاد تأخرت عن تطبيق سياسات التكيف، ما يجعل التحديات أكثر إلحاحاً وصعوبة. ويمكن أن يؤدي ارتفاع متوسط درجات الحرارة السنوي وزيادة التوترات أو تواتر أحداث الحرارة الشديدة إلى تهديد أمن إمدادات الكهرباء بحسب وكالة الطاقة الدولية. والآن نتابع فيديو اليوم الذي اخترناه لكم من مواقع الصحف. اجيبها من واحد تاجر يعني، وسعرها هاي ب 3000 الوحده، ومنتشره يعني ما تنقطع يعني، منتشره بسهوله، اغلبيتها تاخذ من عندها يعني منتشره بسهوله. واول ما بديت اخذها يعني صحيح تعطيني طاقه، بس بالاخير يعني تعمل لي مشاكل قويه حيل. يعني نهاية الأوكسجين لو موت، لأن يعني بهذلنا وبهذل هواية شباب، مو بس أنا، أنت شفت بعينك أغلبية الشباب دول بسبب هذا الشيء، هو نهاية الأوكسجين لو موت. فإحنا واحد ما يريد يموت نفسه ولا يريد ينسجن، واحد يرجع لحياته ويعيش حاله حال العالم. وإلى هنا نصل إلى نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين، شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.